الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم باستاذ محمود صاحب الطرق السريه لتخليص المعاملات واصل البالون للفعاليات. اهلا وسهلا فيك مستر محمود. اهلا بك مستر محمود. حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس الشركات الخاصه بك هنا بالامارات؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا تأسيس الشركات من 2019، شركة الطرق السريعة لتخليص المعاملات. نعم. والحمد لله من قبلها عندنا خبرة كافية عن المعاملات، يعني من الرخص التجارية بناخدها من A to Z، يعني من إنشاء الرخصة التجارية لحد الإقامات لحد ما الشركة تبقى لها المقر الرئيسي تبعها. نعم تمام. وبالنسبة لرخصة تنظيم معارض الحفلات أخذناها في 2020، اشتغلنا بها فترة، بس طبعا جت أزمة الكورونا اشتغلنا بها بعدها، يعني خلصت أزمة الكورونا اشتغلنا بعدها وأخذنا فعاليات من فنادق ومن حفلات سفاري والكلام ده كله. نعم مستر محمود. مستر محمود، حابين نقول للساده المشاهدين عن الخدمات اللي بتقدمها أكتر في الطرق السريعة لتخليص المعاملات وأصل البالون. الطرق السريعة لتخليص المعاملات، طبعا احنا شغلنا الاساسي اللي هو طبعا عند الاستاف كامل تبع المعاملات، بنأسس شركات، يعني مثلا المستثمرين بيجوا لنا بيحتاجوا تأسيس شركات سواء في ريزون سواء دائرة تنمية اقتصادية. بنبدأ معاهم من تأسيس الشركة لحد ما بنخلص له إقامته، لحد ما بنجيب له موظفين، لحد ما بنخليه طب بمعنى مثلا. ما شاء الله، يعني من A to Z زي ما قلت لك. مظبوط. وقت هو يفكر المشروع يجي لحضرتك أنت بنجيب كل حاجة. بنأسس له جميع الإجراءات القانونية. نعم. من أوراق من كل شيء للشركة. نعم ما شاء الله. وأصل البارون للفعاليات؟ أصل البارون احنا ده شغل الحفلات اللي هي سفاري، تنظيم معارض تبع الفنادق، كل ده موجود. نعم اكيد مستر محمود. طبعا في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، حابين نعرف ازاي الشركات الخاصه بحضرتك قدرت تتميز. والله هو توفيق من عند ربنا اولا، يعني أكيد. ثم اجتهدنا، ويعني احنا لان احنا عندنا خبره كافيه في تخليص المعاملات اكتر شيء برضه. نعم. وانما بالنسبه لتنظيم المعارض انا عندي مديرين ماسكين تنظيم المعارض والحفلات هم المختصين بها، والحمد لله عندهم الخبره الكافيه برضه، فانا شغل الاساسي على تخليص المعاملات. نعم ما شاء الله. تمام. فالحمد لله يعني اتوفقنا، ومعايا شريكي الاستاذ محمود برضه. نعم. يعني شريك واخ فاضل، فالحمد لله. يعني طبعا الدعايه بتاعتنا والاعلانات على السوشيال ميديا، على في برضو مجموعه بتجيب لنا المستثمرين من الخارج سواء روس سواء عرب سواء جميع الجنسيات. نعم. ومتواصلين معهم والحمد لله، يعني الامور تمام الحمد لله. استاذ محمود، حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه باذن الله. والله الحمد لله، يعني المستقبل ان شاء الله كويس جدا، وان شاء الله عندنا مشاريع جديده داخلين فيها غير شغل تخليص المعاملات، ونخليها بعدين ان شاء الله باذن الله. من خلال البرنامج بتاعنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل استاذ محمود. استاذ محمود، انت عارف ان احنا موجودين في افضل بلد هنا بالامارات، نعمه الامن والامان لكل المستثمرين هنا، ازاي ده بالاخص قدر يساعد استاذ محمود ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ والله انت قلت كلمه برضه ان هي بلد الامن والامان، ده اول حاجه، والحمد لله يعني بنشكر الشيوخ وبنشكر حكومه الامارات على تقديراتها وجهدها لينا، والحمد لله يعني ما فيش تاثير منهم في اي شيء، ومتساهلين جدا في تعاملاتهم معانا، والحمد لله الامور تمام يعني بالنسبه لي. الحمد لله. بنشكرك استاذ محمود جدا بظهورك معنا بالبرنامج. بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع الطرق السريعه لتخليص المعاملات واصل البارون للفعاليات. طبعا في السوشيال ميديا زي ما قلت لحضرتك، وفي ارقام التليفونات والايميلات موجوده على السوشيال ميديا، وارقامنا متواجده يعني. أكيد احنا بنحطها أسفل الشاشة. شكرا لك كتير مستر محمود، نورتنا بالبرنامج. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.